القدس والأقصى، ونحن نرى أمام أعيننا خطيب الأقصى أمين منبرنا وقد بلغ به هذا السن وهذا العمر. أسأل الله أن يبارك في عمره، وهو صاحب همة عالية وصاحب عزيمة كبيرة، معلمنا يتحرك في بلاد العالم الإسلامي كله لأجل قضية القدس ولأجل أمانة الأقصى. فحري بنا أيها السادة العلماء أن نبعث ونحن نخاطب المصلين من شباب وكبار ورجال ونساء وكل المجتمع أن الأقصى عقيدة والقدس أمانة والقدس والتحرير مسؤولية الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله. Ini kerana ulama, mereka adalah pewaris kepada para nabi, dan para nabi itu sendiri tidak mewariskan kepada umatnya harta dan dirham. Kita lihat di depan mata kita ada Khatib Al-Aqsa yang memiliki hati yang kental dan perjuangan yang panjang, dan sepatutnya ia memberikan kesan kepada diri kita untuk kita menyertai dan bersama mengajak masyarakat keseluruhnya